عمركم سمعتوا بالقرار رقم 1325؟ تعالوا أحكي لكم عنه. هذا القرار صدر عن مجلس الأمن في العام 2000، بيتعلق بالمرأة وبحث كل الدول والمؤسسات لاتخاذ التدابير اللازمة لمشاركة المرأة في صنع القرار والعملية السياسية وحتى توفير الحماية إلها. هذا القرار بيعتبر مهم، ليش؟ لأنه أول وثيقة رسمية وقانونية بتصدر عن مجلس الأمن بيطالب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة خلال الحروب والصراعات. وليش هالقرار مهم كتير بفلسطين برأيكم؟ أكيد لأن المرأة الفلسطينية هي من أكثر النساء في العالم بتعاني من عنف الاحتلال، وفي العدوان الحالي اللي بشنه الاحتلال على غزة بتشكل النساء الشهيدات 30% من مجمل عدد الشهداء، غير عن عدد الجريحات والنازحات والفاقدات لأبنائهن وأسرهن كمان. وكمان في عدد من النساء اللي تم اعتقالهن ومصيرهن لليوم مجهول. بس للأسف هذا القرار مثله مثل كتير من القرارات من الأمم المتحدة المش مطبقة لحد اليوم بفلسطين، ولأنه فلسطين هي عضو في هذا القرار لازم على الجهات ذات العلاقة تطالب الأمم المتحدة بالضغط ومساءلة دولة الاحتلال على انتهاكها لبنود هذا القرار وعلى الجرائم اللي مارستها وما زالت بتمارسها بحق النساء بالتحديد.